السلام عليكم طلاب، اليوم محاضرتنا الثانية لمادة الفيزياء العامة. في المحاضرة السابقة تطرقنا لمعنى الفيزياء وتعرفنا على الوحدات الفيزيائية، كذلك على تحليل الأبعاد وعرفنا شلون نطلع الحدين ونساوي بيناتهم ونعرف هاي المادة متجانسة وغير متوافقة. اليوم محاضرتنا الثانية طلاب تتحدث عن الفكتر and سكيلر. فكتر متجه، فيكتور معناها متجه، سكيلر معناها عدد. سنعرف نعرف شنو الفرق بين الفيكتور والسكيلر. بالمواد الفيزيائية كل المواد، كل الكميات الفيزيائية يا اما متجهات او شنو سكيلر عدد. شنو معناها طلاب؟ أي كمية فيزيائية سواء أساسية اللي هي من الأساسيات قلنا الكتلة، بعد المسافة والزمن، كتلة ومسافة وزمن، وباقي الوحدات تبي شبيهن مشتقات من ذني الإحداثيات. عندنا ذني النوع يعني الأساسيات والمشتقات، الكميات الفيزيائية أساسية ومشتقة تتقسم إلى نوعين، كميات عددية كميات اتجاهية. scalar quantity كميات عددية، vector quantity كميات اتجاهية. الكميات العددية نقدر نحددهن بواسطة رقم، يعني مثلا أقول 5 كيلوغرام أو 5 second 5 ثانية، هذني كميات شنو؟ كميات عددية. الكميات الاتجاهية لا، مو بس عدد، لازم أقول وياها اتجاه. مثلا تسير سيارة بسرعة هلقد كيلومتر شمالا، انطيتها اتجاه. هلقد جنوبا، انطيتها شنو؟ اتجاه. فيش يسميها كمية اتجاهية. الجدول التالي هذا طلاب بدي اشوفه قدامكم، هذا راح يقول لكم شنو الكميات العددية وشنو الكميات الاتجاهية. عندنا vector quantity displacement الإزاحة، كمية اتجاهية. velocity سرعة، كمية اتجاهية. force قوة، كمية اتجاهية. acceleration تعجيل، كمية اتجاهية. field المجال، كمية اتجاهية. momentum الزخم، كمية اتجاهية. length طول، كمية عددية. شوفوا طلاب الإزاحة تقيس مسافة مو، واللينكث كذلك الطول مسافة، بس ها كمية اتجاهية وها كمية عددية. ماس الكتلة، كمية عددية. سبيد سرعة، كمية عددية. باور قدرة، كمية عددية. الانيرجي طاقة، كمية عددية. الورك شغل، كمية عددية. عندنا coordinate system نظام المحاور. احنا نحتاج حتى نحدد مواقع الاجسام بالفضاء، حتى احدد موقع الجسم بالفراغ سواء كان الجسم ثابت او متحرك، ونحدد موقعه باستخدام احداثيات معروفة. عندنا نوعين من الإحداثيات، نوعين من الكوردينات، من هنا الريكتانجلر كوردينات والبولار كوردينات. الريكتانجلر كوردينات الإحداثيات الكارتيزية بولار، والريكتانجلر إحداثيات سين صاد. rectangular coordinate
هذا النظام مال الإحداثيات موضح بهذا الشكل قدامكم الطلاب، تشوفون المحور اكس والمحور واي، عندي نقطة صفر صفر نقطة الأصل، نقطة الأورجنز، الأورجنز هي صفر صفر. هذا الإحداث يا طلاب يتألف لي من نقطتين، نقطة ثابتة اللي هي نقطة المرجع يسموها fixed reference، نقطة المرجع، which called the origin، نقطة الأصل، a set of axes appropriate scale and label. تنطيني موقع للإحداثيات واسطة عدد و معنى، يعني مثلا صفر صفر بس اكس واي، قيمة الاكس وقيمة الواي بالكورد بالركتانجولار كوردينيت. نحدد موقع الطلاب، انتبهوا لي على هاي الفقرة، بالركتانجولار كوردينيت نحدد احنا موقع النقطة او موقع الجسم بالاعتماد على نقطتين معلومات الهن قيمة حقيقية، قيمة اكس وقيمة واي، راح نعرف معناتها الموقع الجسم. هذه بالركتانجولار كوردينيت. عندنا البولار كوردينيت، بعض الاحيان راح نتحول حتى نستخدم الاحداثيات القطبية اللي هي ار وكيو. ار وكيو، ار شو تمثل لي؟ المسافة من نقطة الاصل للاحداثي ركتانجولار اكس واي، والكيو هي الزاوية بيناتهن. الآر تمثل لي المسافة نقطة الأصل بين الإحداثي إكس وواي، الآر هي الزاوية المحصورة بينهم، هاي البولار كوردينيت. العلاقة بين الركتانجولار كوردينيت الإكس واي والبولار كوردينيت الآر كيو موضحة بهذا الشكل، تشوفون هذه حسب نظرية فيثاغورس، عندي الوتر آر والثيتا، عندي هنا الزاوية القائمة بين اكس وواي على الجهة اليمين، وعندي هاي الثيتا الزاوية المحصورة. ار تمثل لي مسافة بين الوتر، الاكس تساوي لي اكس تساوي لي ار كوساين ثيتا، والواي تساوي لي ار ساين ثيتا. سكويرينج اديدينج جمعهن واخذ جذر التربيع للطرفين، راح نحصل على هاي العلاقة، ار تساوي لي جذر اكس تربيع زائد الواي تربيع. نقسم المعادلة الاولى على المعادلة الثانية، ايش راح نحصل؟ على تان ثيتا يساوي لي اكس على واي. شلون طلاب؟ انا عندي اكس على واي، الار ويا الار تروح، كوساين على الساين من هو تان ثيتا يساوي لي كوساين على الساين. عندي هذا مثال، the polar coordinates الإحداث القطبي للنقطة R اللي تساوي لي 5.5 متر والزاوية 240 درجة. What are the cartesian coordinates؟ يعني الإحداثات الكارتيزية لهذه النقطة. X تساوي لي R cosine theta، عندي قيمة R وعندي cosine theta 240، راح نعوضهم طلاب، طلع كوساني 240 وضربه في 5.5 تطلع لي النقطة دل اكس، كذلك ار ساين ثيتا طلعنا النقطة واي، حولنا الاحداثيات من القطبية الى الاحداثيات اكس و واي ونرسمهن ونعرف القيمة مالتهن. عندنا المتجهات الهن خواص، الفكتورز الهن خواص، خواص الفكتور. Only vectors represent the same physical quantity، فقط المتجهات اللي تمثل نفس الكميات الفيزيائية نقدر نجمعها. عندي A، عندي المتجه A وعندي المتجه B، وعندي المحصلة مالتهن R، المتجه A والمتجه B
والنسبة للـ resultants المحصلة مالتهن R. R شو تساوي لي؟ A زائدا B. وجمع المتجهات طلاب مو أي جمع، من أجمعهن لازم الأحداث متساوي، مالتهن الكمية الفيزيائية نفسها، ما أجمع كميتين فيزيائيتين مختلفة، جمع اتجاهي خطأ. عندنا R زائدا B، نلاحظ المتجه R يخضع لقانون التجميع، عندنا عملية جمع، الجمع عندنا خاصية التجميع، يعني عندي A زائدا B يساوي لي B إبدالية، خاصية إبدالية، A زائدا B تساوي لي B زائدا A، A زائدا B تساوي لي B زائدا A، وكذلك خاصية التجميع الـ A بـ B زائدا C يساوي لـ A زائدا B زائدا C، عندي خاصية إبدالية وخاصية تجميعية، بما أنه عملية الجمع فيها تخضع الخاصيتين الإبدالية والتجميعية. هذا من هو addition vector، جمع المتجهات، ومن أجمعهن لازم شنو شرط الطلاب؟ تكون الكمية الفيزيائية نفسها، يعني من أجي أجمع إزاحة بإزاحة، ما أجمع إزاحة بفيلوسيتي بسرعة، خطأ، إزاحة بإزاحة نفس الكمية الفيزيائية. عندنا فيكتور سبتراكشن، طرح المتجهات، عندي المتجهات A و B نقدر نحسبهن بالطرح، A ناقصا B شو تساوي لي؟ A زائدا سالب B، A ناقص B يساوي لي A زائدا ناقص B، حيث المتجه سالب B is negative vector، متجه سالب بالنسبة ل B، و B زائد سالب B شو تساوي لي؟ صفر، يعني عملية ال شو اسمه الطرح مالتهن يساوي لي صفر. متجه الوحدة the unit vector، متجه الوحدة is vector having magnitude، متجه الوحدة unit vector is a vector having a magnitude of unity and it's used to describe a direction in a space. متجه الوحدة طلاب متجه عدة سعة، و للوحدة سعة وحدة، ويستخدم حتى نوصف اتجاه بالفراغ، متجه الوحدة نستخدمه حتى نوصف الاتجاه في الفراغ، A تساوي لنا A small في A capital، متجه A يساوي لي A small في A capital، A small اللي هي الماجنتيود في A capital اللي هي متجه الوحدة طلاب من هنا I J K، يعني مو عندي إحداثيات X Y Z بـ 3 dimension، بـ 3 dimension عندي ثلاث محاور X Y، والبعد الثالث من هو Z، ش عندي؟ عندي متجه الوحدة I J K، I J K الـ I متجه وحدة المحور X، والـ J متجه وحدة المحور Y، والـ K متجه وحدة المحور Z. بالإحداثيات اللي هاي بمن متجه الوحدة، بالإحداثيات الكارتيزية عندي X Y Z. طلاب انتهت محاضرتنا، إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الأونلاين، راح نشرح بها المحاضرة الأولى والثانية، وأي سؤال أو استفسار تقدرون توجهوا لي خلال المحاضرة، أو متواجدة يومكم بالكلية تقدرون تجون وتسألوني، أتمنى لكم الموفقية.